حضراتكم مرة تانية في واحد من الناس. وكنا بدأنا الأسبوع اللي فات لقائنا مع الهانم الجميلة صفية العمري. النهاردة بنستكمل حوارنا مع مدام صفية. هنتكلم معها أظن في موضوعات كتيرة جدا، يمكن في بعضها معروف للناس والغالب منها قد تسمعوا لأول مرة. مدام صفية، أنا برحب بك مرة تانية وبشكرك على وجودك معنا في واحد من الناس، وإنتي واحدة من الناس اللي احنا بنحبها وبنحترمها، وجهودك كمان كسفيرة للنوايا الحسنة كان دور عظيم جدا ورائع جدا. صحيح انت خدتي قرار في لحظة من اللحظات انك انت تستقيلي وتقولي انا ارفض ان اكون سفيرة اثناء فترة العدوان على لبنان 2006، لكن كان ليكي مواقف كتيرة جدا. اولا عايز اعرف انت استقلتي ليه، هل فعلا ده الاسباب المعلنة سياسية؟ شوف هقول لك حاجة، في اخطاء كبيره جدا موجوده. انا ما قدمتش استقالتي وما استقلتش، انا اعلنت غضبي، عملت صرخه ام حصلت لما شفت اللي حصل في بيروت في قانا، في الاطفال اللي كانت بتموت والاشلاء اللي كنت بشوفها قدامي، كنت بصرخ لانه كان في نوع من التقاعس او التاخير، او يعني انا تركبت ان انا في الانقاذ سريع جدا، عايزه بسرعه انقذ اي حد متعور، اي حد واقع، اي حد مريض، اي حد، لكن لما اشوف اطفال بالشكل ده انا صرخت. ولذلك انا الى الان موجوده، ما زلت سفيره حتى الان في الميدل ايست اوف بيس، فيدريشن فور ميدل ايست فور بيس، كسفيره الشرق الاوسط للسلام موجودة. بس ما يمنعش انك وكل الناس بتدي لك الحرية انك تعبر عن رأيك، انك تقول فيش غلط انا حاسس بيه، او انا بعبر عن حاجة فيها تقصير، او حاجة انا حاسس ان هي غلط. ده مش غلط انك تقول رأيك بس، لكن اكيد برضو ما نقدرش نخفي ان كان في سعاده في البدايه لما تم اختيار حضرتك، وانت يمكن كنت من الاوائل الفنانين المصريين، اول فنانه مصريه. هقول لك 94 من بعد الزلزال، 92 كان في مصر، 94 اختاروني كسفيره لمنظمه الهابيتات. هابيتات دي بتشمل السكان وبتشمل البيئه وبتشمل كل الحاجات اللي هي خاصه بالإنسان يعني. وأفتكر أنا أول مؤتمر حضرته سنة 96 في اسطنبول، وكان اسمه الموئل الثاني أو قمة المدن. ده كان بعد مؤتمر السكان ومؤتمر بيجين بتاع 94 كان السكان، وبيجين كان بعدين. 96 كان الموئل الثاني أو قمة المدن. أستاذ عمرو، أنا شفت في المؤتمر ده ناس، كل زعماء العالم كانوا موجودين، كل زعماء العالم كله جاي يدور على الغطاء اللي يغطي السكان ويغطي الناس ويغطي سطح الفقر. ناس بتفكر في الإنسان، بتفكر تساعد الإنسان إزاي. ده كان أول تجربة لي في حياتي، أول مؤتمر بطلع في حياتي، ودي اللي لخبطت مخي كلها وغيرت لي تركيبة دماغي. ان انا قاعدة عمالة بدور على دور وبجري زعلانة انه في دور راح ولا في دور معرفش ايه ولا ايه ولا ايه، وفي ناس بتفكر في الغير، وفي ناس بتفكر في الانسان، في ناس بتفكر في اليتيم، في ناس بتفكر في الضعيف، في ناس بتفكر في الفقير، بتدور لهم على سطح يغطيهم. أنا كنت بحضر المؤتمر ده وبشوف كل الزعماء دي وهي جاية بتتكلم وبيقول نزلت من المؤتمر ده عندي خلفية جامدة جدا إنه لأ، ده أنا قلبي ده وروحي لازم أديها لكل العالم. الفن بالنسبة لي النهاردة بقى شغل واختيار، ان انا ادور على الدور اللي يناسبني في الفترة دي. لكن اهتماماتي كلها في الحياة
ان انا ادي نفسي بقى للخدمة الاجتماعية. وعشان كده انا دايما بشوف حضرتك في كل ملتقى خير. يعني كنت لسه قريب في دبي لما كنا هناك مع بعض وتم تكريم حضرتك يعني عشان مؤسسة راشد الخيرية. وقد ايه هم قالوا انك انت ساهمتي في بناء هذه المؤسسة. على انا بقالي 20 سنة معاهم. معاهم بالظبط. فالحقيقة ده شيء جميل وده المطلوب من الفنان المصري. وانت كنت نموذج سباق في الحقيقة في هذا الموضوع. ارجع بقى لأفلامك الجميلة في إلهام هانم بقى كنت دانية حاجة تانية خالص. احكي لي بقى عن ذكرياتك مع الأستاذ أحمد زكي والبيه البواب. أحمد زكي لا يقرر. وأحمد زكي كان في الفيلم ده يعني مش أنا اللي هقول رأيي. الناس كلها عارفة هذا الإنسان اللي صنع من نفسه نموذج فني وإنساني لا يقلد ومفيش حد يقدر يقلده. لما يبقى بواب ولما يبقى السادات ولما يبقى جمال عبد الناصر ولما يغير جلده ويغير صوته ويغير ملامحه ويغير نفسه ده شيء عبقري جدا جدا. في البيت بواب شوف كان هو بواب. ذكرياتي معاه في الفيلم ده ذكريات رائعة جدا ومؤلمة كمان في نفس الوقت لأن اتضربت منه كتير قوي. أحمد زكي مش أنا لوحدي اللي بقول كل الفنانين اللي اشتغلوا معاه. بس أنت كنت مختلفة يعني يعني الحقيقة شوفي حضرتك عملتي أدوار كتير جميلة ومختلفة لكن دورك في البيه البواب يعني معلم اكيد الناس كتير جدا طبعا في ادوار كتير لسه هنتكلم عليها لكن دورك في البيه البواب ومع الاستاذ احمد زكي وازاي خدعتي بواب العماره في الاخر هو انتقم منك انتقام يعني. انا فاكره ان انا ضربت منه قلمين مش هنساهم لغايه مندهش ان بعدها على طول عملتوا مع بعض فيلم اكثر جمالا هو البدايه كان معاك المخرج الكبير صلاح ابو سيف استاذنا جميل راتب يا سلام استاذ حمدي احمد شوف هقول لك الفيلم يسرى ده جميلة من أجمل الذكريات اللي عشتها في حياتي الفيلم ده لأن ده فيلم سياسي يا مدام صوفيا هقول لك يعني اللي كنتوا عايزين تقولوا إيه ساعتها لا أنا مش بفكر فيه بقى كفيلم سياسي أنا بس أنا نبي هاليا و أيوة حضرتك ال لا أنا بفكر مستشارة بقى الرئيس وعمالة تقولي له إدي كل واحد كام بلح حياة لا شوف بقى هنا الإعلام المتلون ده نموذج للإعلام المتلون اللي شفت الإعلام أول الحمد لله كل شيء تمام والحمد لله أنا عملت له تلفزيون أنت قلتي إيه على حسن سلوكة على حسن سلوكة أنا حسن سلوكه يعني أنا فاكرة شوف إحنا كنا بننزل الساعة 5 الصبح نروح مكان التصوير ده كان بقى في فين يعني كان بعد أماكن بعد سقارة حتة اللي فيها نخيل دي 5 الصبح لأن كان كلاكات 8 الصبح وقاعدين في خيام أنا بتركيبتي لازم أعمل الخيمة هانم بقى الخيمة بتاعتي جايبة لها سجادة من البيت وترابيزة ومفرش وجايبة راديو وجايبة في سرير خوص عاملين لنا قفصين كده عاملينه زي بتاع جايبه بقى مرتبه وملايه وعامله فيلا انا في الصحراء والله العظيم استاذ عمرو طبعا الكل وكان معايا المساعده بتاعتي ننزل بقى من البيت جايبين طبعا حاجات نسكافيه والمش عارفه ايه والصواني مجهزينها من هنا رايحه تفسحي يا هاني مش رايحه تصوري والله العظيم رايحه كامبينج زي ما بقى كامبينج والكل كده الساعة 8 الصبح الكل بيجتمع في الخيمة بتاعتي علشان كله بقى جاي يشرب النسكافيه وجاي مش عارفة ايه والفازة فيها الورد والراديو بيسمع مزيكا عملت مكان في الصحراء رائع كنا كل وكله بقى يتسابق بعد كده سعاد نصر الله يرحمها تيجي الصبح جايبة حلة محشي مش عارفة ايه جايبة ايه مش عارفة ايه وفي خيمة تانية في البوفيه شغال كنا عاملين كوميونيتي يعني حياة عايشين في الحياة وننزل نشتغل بمنتهى الحب منتهى الروعة عمري ما عشت حالة حب في فيلم
خارج استوديو زي الفيلم ده، لدرجة ان في اوقات كتيرة ما كانش يبقى عندي فيها تصوير اديهم اوردر اقول لهم فوتوا عليا 5 الصبح انزل اجي معاكم اقعد في الخيمة واعمل لكم الخدمات. لو انت بتقري السيناريو بتاع فيلم البداية بتاع استاذ صلاح ابو سيف، قريتي ايه؟ ايه اللي بين السطور كان؟ لا الفيلم كان يعني النهاردة لما تيجي تشوفه هتلاقي فيه اسقاطات وهتلاقي فيه حاجات ماشي مع ماشي مع النهارده. لما تشوف الصحفيه دي اللي كانت بتشتغل ازاي، لما تشوف التمثال العجوه دي تمثال العجوه لا 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 لا، هو كمان كان عنده رؤيه رهيبه جدا استاذ صلاح الله يرحمه. لا هو كان مدي بيقول دايما، او اللي انا فهمته انه بيقول ان الحاكم دايما يجب يعني بيعطي له ديكتاتوريه وشموليه. أيوة. ودايما يعملوا تماثيل. ايوه بتتاكل في الاخر في النهايه صح. هل كان يقصد نظام معين، فكرة معينة؟ زي ما احنا عايشين وشايفين في كل التجارب اللي انت حوالينا وشفتها. عايز اقارن ما بين تجربتك مع الأستاذ صلاح أبو سيف وليكي تجربتين مع الأستاذ يوسف شاهين، كلميني عنه. وتجربة المواطن المصري ما تنساش. طبعا طب نتكلم عن المواطن المصري أولا مع الأستاذ عمر الشريف. انت مرات العمدة المفترية. مش مفترية بس هي الزوجة الدلوعة اللي هي بنت البلد يعني اللي بس هي بس اللي خايفة على ابنها ان يروح التجنيد. ايوه بس هي اللي متعلمة حتة صغيرة يعني. أيوة. يعني غير الزوجات التانيين اللي هم فلاحات فلاحات، وعشان كده كانت بتدلع عليه، وعشان كده اللي هي كانت على كنت بتتكلمي يعني. ازاي كده انا عايز افتكر ها كنت بتتكلمي ازاي كده ليكي ستايل كده في الكلام يعني، يعني مدي على فلاحة بس فلاحة يعني فلاحة متعلمة شوية متعلمة يعني مش ريفية قوي. لكن فلاحة. ايه اللي اختلف في المواطن المصري عن التجارب اللي قبل كده مع الأستاذ صلاح أبو سيف بخلاف طبعا معاكي عمر الشريف؟ تجربة تانية كانت مختلفة، وتجربة كمان اتعلمت فيها من فنان رائع عظيم زي عمر الشريف. عمر الشريف ادانا درس لكل الفنانين اللي كانوا بيشتغلوا في الفيلم. عمر الشريف كان عشان بصرف النظر بقى مع كل اللي قاله هو كان او ما كانش، لكن كان يعيش الدور ويعيش الشخصيه. كان لابس جلابيه العمده ده الجلابيه الفلاحي دي على طول، قاعد بيها يحس بيها، يحس بلمستها على جسمه. احنا نروح الاستوديو اوردرنا يعني الساعه 8 الصبح عشان نخلص مكياجنا ومش عارفه ايه، شوتينج 10، هو احنا كنا بنروح نلاقيه قاعد من قبل 8 قاعد في الاستوديو في الاوضه بتاعته ماسك السيناريو بيذاكره، مش بيذاكر دوره لوحده، كل الادوار. وانا اتعلمت بقى دي منه. بس انت ما اندهشتيش لما لقيتي ان واحد زي مخرج كبير زي صلاح ابو سيف يختار عمر الشريف، مخرج اللي كان في لحظه من اللحظه او الفنان يقول لك ايه بيتكلم يقول بتاتس يعني حتى الاكسنت بتاعته في العربي جايبه فلاح اصيل، والاهم ان عمر الشريف يعمل الدور باقتدار شديد. ما وقفتيش عند الموقف ده، اختيار عمر الشريف في الدور ده روعه المخرج. ان المخرج يجيب ممثل يطلع منه حاجه تانية زي يوسف شاهين. لما جابني قال لي شوفي بتنتي انا مش عايز الغزلان دول ومش عايز اي حاجه، انا عايزك تتخني في المصير، وعايز ام وعايز شخصيه شكلني فيها واحده تانية خالص، مرات ابن رشد اللي هي قاعده فاتحه البيت عماله تطبخ لهم وتاكلهم وتعمل لهم، عايز ست حنونه مش عايز ده كله. حتى في المهاجر عملني برضو كاركتر تاني خالص. طب خليني الاول خلاص مواطن مصر عشان نخش على المصير والمهاجر. دول تجربتين محتاجين نقطه. ما بقول لك انا روعه المخرج ان هو ما يجيبش حد يوظفه. انت كممثله دورك بينتهي فين بقى؟ يعني بتحطي الاوت لاين للشخصيه، ملابس الشخصيه، واداء الشخصيه. هل انت من النوع اللي بيتاثر بفكره لازم اقعد مع ناس زي دول اعيش مع اشوف حياتهم عشان اقدر اشخص صح، ولا بتعملي ازاي؟ لا والله
ما كانش بيجيني فرصة ان انا ادور على حد اقعد معاه عشان اقتبس منه او اقلده او كده. انا كنت باحساسي بشعوري. اصعب مشهد في المواطن المصري كان ايه بالنسبة لك؟ اول لقاء ده كان اصعب مشهد في حياتي. لقاء مع عمر الشريف ودخله اول يوم بردح على طول. طيب لو رحنا تجربتك مع الاستاذ يوسف شاهين المصير وبعدين المهاجر الاول طبعا المهاجر قالوا لنا قصه سيدنا يوسف مع تغيير الاسماء. كنت عارفه طبعا هذا الموضوع وكنت يعني اكيد مستعده لفكره ان هناك معركه هتدور في الاعلام وفي الميديا. وحضرنا في المحاكم كتير ورحنا كتير يعني. ما خفتيش تعملي دور زي ده؟ كنت انا قابلت الاستاذ وكنا في مهرجان في جربة في تونس ولقيته جه خبط عليا على الأوضة بتاعتي في اوتيل كده كنا ريزورس كده يعني. خبط عليا صحيت قال لي قومي هتنزلي الميه معايا ميه وانا ما اعرفش اعوم واخد بالك. ففتحت له الباب ونزلت معاه فبص لي كده قال لي يا بت ما انت شكلك حلو اهو من غير مكياج انا مش عايزك بمكياج بعد كده تعالي. رحنا قعدنا في الميه شويه والكلام ده كله وخلصت. لقيته بعد كده كنت انا سافرت امريكا لقيته ضرب لي تليفون قال لي انا عايزك معايا في فيلم هو دور صغير لو قابلتيه هبقى مبسوط قوي لو ما انبسطتيش منه ورفضتيه مش هزعل منك. قلت له طب يا استاذ ابعت لي السيناريو. بعته لي على امريكا قريته كان ده دوري في المهاجر. قلت ده الاستاذ ده انا لو هطلع معاه مشهد واحد عمري ما هقول لا. ما كانش في مشكله انك تطلعي مشهد واحد وانت بطله ومصير عوضك الدور بشكل اكبر وعملتي دور مرات لي واحده ثانيه ابن رشد معاك الفنان الكبير نور الشريف ومعاك مجموعه كبيره استاذ محمود حميده وغيره. ايه الفرق في التجربتين مع يوسف شاهين ما بين المصير والمهاجر؟ تجارب. هل فعلا كان بيفرض على الممثل اداء معين؟ لا على الاقل معاك انت؟ لا 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 خالص. هو كان يقول لك انا عايز لغه العيون عبر وقول. لا يوسف شاهين الله يرحمه انا بحمد ربنا ان انا دخلت مدرسته بفيلمين. لكن انت بفيلمين يعني العمالقه انت بعد كده في مدرسه بقى وعملتي مدرسه لوحدك والمدرسه بقت نظره وبقت هانم وجينا في سنه 87 عملت انقلاب في الدراما التلفزيونية مع كل من دون ألقاب أسامة أنور عكاشة إسماعيل عبد الحافظ وعملت ليالي الحلمية ونازك السلحدار. احكي لي بقى عن كيف تم اختيار حضرتك عشان تلعبي هذه الشخصية العظيمة المحفورة في تاريخ المشاهد المصري حاليا ومستقبلا على مدار كم جزء؟ 6 أجزاء؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء في ليالي الحلمية بتقدميها بنفس الاقتدار بنفس الروعة مع الفارق ان عمرك عمال يتغير. وصلتي في الاخر بقيتي عجوزة كبيرة واحيانا عجوزة وبتصبغي عشان ترجعي ومختلة احيانا شخصية من اصعب ما قدمت الدراما التلفزيونية شخصية نازك السلحدار. كل دي إجابة؟ أحلى إجابة. أجمل إجابة وأعظم إجابة وأحب إجابة إلى قلبي لأنه يعني العمل ده معيشني في لغاية دلوقتي ولحد النهاردة عمال بيزع في كل القنوات ومش قادرة أطلع منه مش قادرة أفوق منه لأنه كل ما أخلص منه أفتح القناة دي ألاقيه موجود. وده عطلني كتير جدا في اختياراتي لاني انا مثلت جميع انواع التمثيل في العمل ده زي ما حضرتك قلت من الصبا للعجز للخرف لكل حاجه.
شبعت تمثيل جدا في المسلسل ده. لذلك اي عمل كان بيجيني طب انا هقول ايه، طب انا هعمل ايه، مش مستمتعه. انا كنت بنزل وانا مستمتعه جدا، لدرجه انا كنت انا كنتش بسال على فلوس، انا ما فكرتش ان انا ارفع اجري. انا لما رحت اعمل مسلسل تاني بعد الحلميه لقيت اجري اقل اجر من اي حد بيشتغل في التلفزيون. لما اتخضيت وسالت قالوا لي ما انت ما كنتش بترفعي اجرك، ما انت ما كنتش بتقدمي طلبات ترفعي اجرك. طب يا جماعه هو انا لازم اقدم طلب عشان ارفع اجري؟ هو انتم مش شايفين انا بعمل ايه؟ لبسي، اكسسواراتي، برانيتي، اي قرش كنت ممكن يكون في جيبي انزل اجري اشتري بيه برنيطه او اشتري بيه فستان واتكسف اقول الفستان ده انا هلبسه في عشاء. طب انت توقعتي في الجزء الاول انه ينجح بالطريقه دي؟ لا، يعني انا عملته، انا هقول لك هتندهش ان انا رحت اعتذر عنه. يا سلام، والله العظيم كنت هتعتذري عن مصر الاحتفال. هقول لك حاجه، انا كنت خارجه من سايبه بيتي، كنت خرجت من بيتي انا والولاد، انفصلتي، كنت في مرحله الانفصال. ورحت شقة مفروشة كده وجبت أمي بقى عشت معايا، كنت محرومة منها من زمان، وجالي العمل ده. أول مشهد يعني حسيت بقى إيه، في قسوة شوية، في قلت تاني وأنا هعمل واحدة بقى قاسية وشريرة. ورحت قابلت الأستاذ إسماعيل قلت له مش عايزة، قال لي استني بس هنقرا مع بعض وهتشوفي ومش عارفة إيه وبتاع. ابتدى يقنعني، ابتديت أقعد، ابتديت وتغير عليا ابطال. يعني ما كانش يحيى الفخراني، كان قبله عادل امام، وكان قبله محمود عبد العزيز، وكان قبله معرفش يعني ترشيحات. ده في يحيى الفخراني. طب وفي العمده سليمان؟ لا 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 ده، وبعد كده رست على يحيى والحمد لله. رست على يحيى لانه نجح فيها باقتدار. و صلاح السعداني كان سعيد صالح واعتذر، وبرضه بقول الحمد لله لانه شوف النصيب، يبقى صلاح السعداني ولعبه بمنتهى الاقتدار. فكانت التركيبه عظيمه يعني الحقيقه. وابتدينا، بقيت عماله البس نفسي برضو واعمل اختراعات واعمل تظبيطات واعمل تاليفات واعمل شكل. انا رسمت الشخصيه بتاعتي، انا ما حدش رسمها لي، انا ما كانش في ديزاينر، ما كانش في حد بيجي يلبسني، ما كانش في حد بيجي يعمل لي الشكل ده ولا الاطار ده. الشغل اللي كنت بتلبسيه عليك شويه برانيت في المسلسل ده موجودين عندي لغايه دلوقتي. انا عندي مخزن الحلميه والهوانم وكل الحاجات دي موجوده عندي. لو التلات يا مدام صفية، كنت التل بينزل على كله موجود عندي. كل ده كان شغلي بقى، شغلي والاكسسوارات يعني ما اقعد اتفكر دلوقتي اقول انا كنت بربط الاشار ازاي واجيب بروش ازاي واخش ازاي الاشار ومش عارفه ايه واعمل ويطلع من ورا كده وتلاقي بروش هنا وبتاع. لان انا كنت بحط الحاجات دي كلها في اوضتي. استوديو الاهرام ده كان مخزن طويل عريض مليان كراتين، كراتين كله، واقعد حابسه نفسي في الاوضه، اقعد اركب واظبط الشخصيه واعمل واحط بقى الميوزك الكلاسيكي بتاعتي بقى، احط بفراتي بقى واحط الحاجات دي واقعد والاضاءه دي، واقعد البس روحي واذاكر واخش في المود ده، اغرق في المود ده. وبعد كده اقول لهم ما حدش يخبط عليا الا ساعه البروفا، تزعجونيش، حدش يقلقني، حدش خبط علي، ممنوع صحافة، ممنوع أي حد يزعجني، عايزة أبقى مركزة وغرقانة جوه ال ده في الجزء الأولاني؟ في كل الأجزاء. طيب نجح الأولاني وشفت نجاح، وشفت الناس في رمضان عملت إيه والشوارع عملت إيه وتم تكريمك والدنيا اتقلبت،
هل انتوا وانتوا بتعملوا الاولاني الجزء الاولاني كنت عارفه انه هيبقى اجزاء؟ لا لا ما كنتش عارف. كنتش عارف والله. جت بعد كده بعد كده بعد كده الاولاني ودخلنا على الجزء الثاني وبرضو نجح نجاح يعني اقوى من الاولاني. حسيتي بايه بقى؟ خلاص حققت اللي انت عايزاه؟ ما حققتش. ماشيه في الشارع الناس بتقول لك مش يا صفيه, بتقول لك يا نازك. ولحد النهارده انا اسمي اتنسى. انا في اي مكان بسافر دلوقتي او في اي حته نازك. خلاص نازك مع صفيه دي. يعني اوكي حط شهاده الميلاد الخانه اللي جنبي نازك لحد النهارده. ايه انا بعد كل جزء بعد الانغماسه اللي فيها دي كلها الحلقه الاخيره كنت ببقى موضبه شنطتي على المطار. ليه؟ اسافر على الولاد على طول على طول. الولاد كانوا سافروا خلاص؟ اه كانوا راحوا امريكا؟ اه هما الاثنين؟ اه لان كنت ده كان قراره ولا قرارك؟ لا هم كانوا في فترة في وقت من الأوقات كان لازم يخشوا مدرسة كويسة. كنت سعيدة بالتجربة دي؟ كان لازم تحصل وكان لازم يتعلموا تعليم كويس وكان هدفي كله أن أنا أعمل لهم مستقبل كويس وأبعدهم عن أي مشاكل أو أي قلق أو أي اضطرابات يعني. فبتسافر لهم بعد كل جزء من ليالي الحلميه على طول يعني ببقى مرتبه نفسي. بتروحي طبعا تلاقيهم شايفين المسلسل هناك, عارفين سامعين عنه عارفين بقى. ما دلوقتي طبعا توفر لهم كل بيشوف كل حاجه. فعلشان كمان زي ما كان بيتقال ان انا ما اقدرش اطلع من وافضل عايشه في دور نازك وابقى انا اللي متجننه فيها. بس قولي لي انت عايشه في الدور بجد؟ يعني انت بيقولوا دايما الفنان يعني الله يرحمه احمد زكي لما كان يخش في الدور كان يعيش فيه. هل انت بعد طول ما انت بتمثلي نازك كنت عايشه في البيت نازك؟ مش كنت عايشه فيها, ده انا كنت غرقانه فيها. انا جيراني اشتكوا. كان حد يكلمني انا مش سامع حد. انا بطلت سواقه من ايام الحلميه لان انا كنت بسوق وافضل صحيه طول الليل بذاكر. افتكر مثلا ان انا ايه الفستان المشهد ده لازم البس له كذا, فطب كذا, طب ناقصه المروحه, طب ناقصه كذا. اقوم انط من السرير وانا نايمه اقوم اجيبها احضرها احطها وبعدين اكمل مش عارفه انام اصحى. العقل الباطن شغال. العقل الباطن شغال. انزل الصبح وانا نازله يمكن حد يقول لي صباح الخير مش سامعاه. اسوق الاقيني بدل ما اروح استوديو الاهرام الاقيني عند خريستو, الاقيني طالعه الهرم. بتكلم وانا سايقه, لو وقفت في اشاره الناس تشوفني وانا عماله براجع الكلام. فبص لا الناس بتبص لي كده ايه المجنونه دي. لا كنت في حاله يعني. فقلت لا يعني بعد كل جزء اخرج نفسي على طول على طول الحق اروح. اصعب جزء كان انهي جزء؟ الرابع. الرابع ليه؟ اللي خرفت فيه وده احب جزء انا بعشقه وانا كنت بقى بهلوس كنت مهلوسه فيه دي. لانه اولا الفتره دي انا مش شايفاها مع حد وما عشتهاش وما جربتهاش وزي ما حضرتك قلت لي ممكن تقعدي مع حد تاخدي منه الشكل. لا انا كنت باخد شعوري واحاسيسي. انا كنت بفكر وقتها انا كنت اجيب القلم البني ده وارسم نمش على كفوفي على ايدي او بص في ايدين الناس الكبار في السن الاقي ايديهم فيها نمش كده نمش. كنت انمش اعمل بقع بني في ايديا واعمل شرط هنا واعمل شرط يعني مع الماكيور كنت ازود عشان اكمل الصوره تبقى صح. لما عملت الجزء الاولاني ما كنتيش تعتقدي ان في اجزاء تانية؟ اه. وده حصل في الجزء الثاني ولا بدأته بقى شفتوا النجاح فقلتوا القماشه بقى؟ عرفت بقى كان استاذ اسامه كان كنت اسمع انه اه في جزء بعد ما يخلص الثاني اه في جزء ثالث
ما بنبقاش عارفين بقى، مش عارف هنا هكمل في التالت ولا. بس اللي انا كنت عارفاه ان لما كان بيبقى فيه زميلات بيتغيروا كان يقول لك اي حد في المسلسل يتغير ما عدا الثلاثه دول، نازك وسليم والعمده، ما دول الثلاثه الاهرامات اي حد تاني ممكن. طب لما اتغيرت زهره من اثار لالهام فرقت معاكي؟ لا ما فرقتش، لان الهام ممثله روعه رائعه ونسيتني على طول، احساسها فياض واحساسها صادق وممثله قويه جدا، دخلت جوايا على طول، حسيت بيها من قلبي فعلا فاندمجت معاها على طول، فيعني ما حسيتش بفرق يعني. هل الجزء الخامس هل انت حسيتي في لحظه قلتي كفايه كده الحلميه؟ الجزء الخامس بالنسبه لي التحويله دي واني ارجع ابقى شباب تاني وبتاع ما كنتش حباه قوي بصراحه يعني، انا عملته لكن تخيل لو استاذ اسامه عايش والاستاذ اسماعيل عايش لغايه دلوقتي، لو كان في جزء سادس النهاردة كان حيبقى منتهى الروعة، لأن في دراما النهاردة هايلة، لأن هم توقفوا عند زمن الرئيس مبارك. مظبوط. فتخيل التغييرات دي بقى كلها، كان هيجي زمن الإخوان، كان هيجي أجزاء. زمن معرفش إيه، كان هيجي إيه، كان هيبقى في دراما رائعة جدا جدا، لكن ربنا افتكرهم والله يرحمهم. الحلمية بيمثل بالنسبة لك محطة هامة جدا، أهم محطة في حياتي، يعني لما أقول أقيس الحلمية بالأجزاء بتاعتها قصادها كام فيلم شوف، وبعدين أشتلها الفترة دي كلها من حياتي، ركزت لها عمري كله. كنت بترفضي تاخدي أي أعمال تانية؟ خلاص ما ينفعش، لأن أنا قاعدة ليل ونهار وبعملها بحب بقلب بعشق. بس بيني وبينك نازك كانت بتحب مين اكتر؟ سليم البدري ولا سليمان غانم؟ لا سليم. سليمان بالنسبه لها كان يعني كانت بتضرب بيه الباشا، يعني في لحظه بتغيظ بيه الباشا، وبعدين حست انها غلطت جامد جدا لما خلفت منه. عندنا في مصر نازك سلاحات كتير؟ الشخصية دي موجودة كتير؟ بتشوفيها في حياتك؟ ما شفتش، لكن في ناس كانوا بيكلموني، يعني أحيانا كانت ستات تكلم تقول لي تصدقي والله أنا نازج بالظبط، أنا بالظبط نازج، أكيد في ربنا يكون في عونك وأزرهم بقى لو كانوا دول نازج. الغريبة يا مدام صفية إنك أنت بعد ما عملت الحلمية على مدار خمس أجزاء، خمس سنين، خمس نجاحات متتالية وما زال بينجح لغايه النهارده، انا من عشاق هذا المسلسل. بيشتغل في محطتين دلوقتي ناجحين جدا على طول. لا على طول يعني ده، يعني هو ده اصبح من الاعمال اللي الناس مش ممكن تستغنى عنها، لكن انت جيتي عملتي هانم بشكل اخر في هوانم جاردن سيتي. ايه الفرق بين الهانم في جاردن سيتي عن نازك السلاح دار في الحلميه؟ تفرق. ايه؟ تفرق. يعني أنا فاكرة إن أنا كنت رافضة جدا إن أنا أعمل هوانم. وقلت أنا مش عايزة أكرر تجربة الهوانم، لأنه الهانم دي لن تكرر بقى، نازك مش هتتكرر. يا روايح الزمن الجميل هفافي. فاللي حصل إنه كانت والدتي في الفترة دي توفت، وأنا كنت بمر بقى بظروف قاسية جدا وانهيار تام يعني. فمجالي الاستاذ احمد صقر الله يمسيه بالخير والاستاذه منى نور الدين اقنعوني جدا انه الهوانم طب اقريها وشوفي. انا قلت انا عايزه اهرب من الحاله النفسيه اللي انا فيها وانزل اشتغل جو انا بحبه، انا بحب حاله الهوانم، انا المود ده بحبه، الزمن ده انا بحبه، انا بحب الزمن ده وبحس ان انا بتاعي يعني بحب اعيش فيه.
فدرست الشخصية قلت لا الهانم دي هتختلف عن الهانم التانية. الهانم التانية دي هانم متدلعة بتتجوز بيفرضوا عليها جوازات نتيجة بقى العيلة والبروتوكول بتاع المشاوات والبيوت يعني الكبيرة والحاجات دي بيفرضوا عليها جوازات هي مش حباها فما بتقدرش تعيش فيها فبتتطلق وعايزة تعيش حياتها يعني مختلفة عن نازك. حسيتي كده؟ وده اللي أنا بناء عليه ما ركزت في الفرق بين رغم خلي بالك الفترة التاريخية شوية كانت متقاربة برضو يعني دول بيتكلموا الأربعينات وفترة حرب 48 وبعد كده وبرضو الحمية خدت بقى من الأربعينات وانت طالع لغاية حكم الرئيس بس أنا دي بقى لبستها شكل مختلف كانت هي دلوعة شوية مختلفة عن نازك اللي هي على طول يعني كل ما تتخبط تتجوز لها راجل عشان تغيظ الباشا فتاخد بالألم يعني كان ردود أفعالها كانت عصبية جدا وكانت بتغلط ولذلك أنا دايما كان أي ندوة أنا كنت بتعزم فيها في الفترة دي كنت دايما أقول فيها للستات يا سيدات العزيزات مفيش أي ست تاخد موقف من جوزها في حالة عصبية أو في حالة رد فعل تكون تعبانة أو متضايقة فيه ردود الأفعال العصبية بتولد غلط والغلط بيجي عليها في النهاية بشكل يتعبها هي شخصيا فهنا مختلفة شهرة بعدين عملتي حاجة لطيفة جدا بعد كده بقى عملتي بقى عتبة الستات حاجة تانية خالص وانا انا يعني التغيير الادوار بالنسبه لي بعشقه يعني. واستمر بقى العطاء خان الاناديل بعد كده بعد الطوفان ابيض فابيض الاصدقاء اوبرا عايده مع الفخراني حاره المعز على الحلوه والمره عملتي بيو وبشير عفاريت السياله زمان مظبوط وما زالت الاعمال اظن عصر الحريم السنه دي عصر الحريم لسه مصورناهوش 2015 انتاج ان شاء الله نقدر نعمله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مشوار كبير جدا وفي عطاء كبير جدا جدا بس انا عايز اسالك سؤال انت سعيده الحمد لله الحمد لله طب الحمد لله ايه هي السعاده ايه هي السعاده تقدر تقول لي ايه هي السعاده لا انا عايز اسمعها من حضرتك السعاده انك تطمن ان ولادك حلوين مرتاحين السعاده انك تنام كنت ما عليكش دين لحد السعاده انك تنام وانت مش غلطان في حق حد السعاده انك تنام وضميرك مرتاح السعاده انك تتجه الى الله وتقول يا رب لو انا في حاجه قصرت فيها سامحني لو في حاجة أنا محتاجها ارزقني يعني الرضا السعادة هي الرضا وراحة البال الرزق والرزق ما هوش فلوس الرزق في الحب الرزق في الصداقة الرزق في المعاملة الطيبة هي دي السعادة يمكن ألفاظ متواضعة لكن ده اللي أنا بحس بيه هل أنت وحيدة؟ بمعنى تشعري بالوحدة الوحدة يمكن شوف لما بقى في وسط عيلتي حضنني أنا عندي عيلة الحمد لله يا رب يمكن مش موجودة أو يمكن قليلة في الزمن ده وده اللي غرسته فينا أمنا بعد أبونا ما راح الله يرحمه جمعت الإخوة مع بعضها جمعتنا جامد جدا وكان بيكون في يوم في الاسبوع كلنا نجتمع فيه وده اللي انا عاملاه في بيتي النهارده وده اللي انا النهارده زعلانه وانا جايه ان انا ما قابلتش اختي الحبيبه وهي مسافره ما قدرتش اقول لها مع السلامه احنا بنعتذر لها والله جدا والله يعني عارف يعني ده الحب اللي لما بقعد في وسط اخواتي كلنا قاعدين بنفتكر ذكرياتنا واحنا صغيرين نفتكر ايه اللي حصل ده دي تفكرني بحاجه ودي تفكرني بحاجه قاعدين بنضحك ونكركع
شيء منتهى الجمال لمة العيلة. طب الأولاد وبعدهم عنك مش وحدة بالنسبة لي؟ مش مفتقداهم؟ مش بلحق، لأنه أنا دايما معاهم، ولما أرجع من عندهم بالتليفون على طول. النهاردة في تسهيلات بقى في الاتصالات والفايبر والواتساب والكلام ده، على طول مع بعض ومش بعيدة عنهم خالص. جوزوا وخلفوا؟ عندي ابني أحمد. عنده إيه؟ أحمد خلف اتنين دلوقتي، اتنين بيبيهات. اسمهم ايه؟ كده زاندر، زاندر زيزو وزينة. اظن دول بالنسبة لك مهمين. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، عيني وقلبي وحياتي، يعني حاجتين كده جننوا، يعني بينوا انه فعلا الواحد ما طلعش من الدنيا الا بكل حاجة حلوة الحمد لله. طب ليه كنت مقلة شوية الفترة اللي فاتت في الشغل؟ لانه زي ما انا قلت لك انا بحب اختار، ما بحبش اهين نفسي في عمل، زي ما انا اقعد دلوقتي النهارده اشوف الحلميه بتتزحينا وده وده وده، وبعد كده اشوف عمل ليا واقع هنا، اكره روحي، اتضايق، اعذب نفسي، اقعد اعيط واقول طب يعني ايه عشان الفلوس ما بتروح وتيجي، ان شاء الله مكان، ان شاء الله موت من الجوع، لكن ما هنش نفسي واخلي الناس تقعد تقول طب ليه عملت كده، ليه الكلمه دي تذبحني، ما اقدرش. فانا سعيده ان انا حتى لو ما اشتغلتش خالص انا عملت لنفسي الحمد لله، مش هقول تاريخ يعني، على الاقل عملت. لا تاريخ يا مدام صفية طبعا، يعني طبعا تاريخ، يعني في حاجات موجوده هيفتكروني بيها الاجيال اللي جايه، لو يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يخليك، يعني موجوده في 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 نقطه ضعفك ايه؟ اولادي. بتخافي من ايه طيب؟ يعني بخاف في لحظه ان انا ابعد عنهم ما اشوفهمش، يعني دي دايما اللي انا بفكر فيها، يعني يعني انه لا قدر الله، او يعني دي حاجه بتاعت ربنا انه يحصل حاجه وانا بعيد عنهم. يعني بتشتاقي لايه طيب؟ من روائح الزمن الجميل. روائح الزمن الجميل فعلا. فين الزمن الجميل ده؟ نفسنا فعلا انه يعود، ونتمنى نتمنى. في واحد من الناس انت تحبي ايه الخير اللي تعمليه وتدعو الناس يعملوا خير ايه؟ وانت سفيرة النوايا الحسنة، وقبل ما تكوني سفيرة اختارتك الأمم المتحدة، الناس اختاروكي. شوف أنا اشتغلت في كل مجالات الإعاقة والطفولة والأطفال بلا مأوى والأطفال اللي هم بدون، يعني أنا أفتكر إن أنا كنت بروح جمعيات في المنوفية، جمعيات للأطفال النقطاء، ودي كانت بتقطع في قلبي جدا جدا، وكل الحاجات دي طبعا مأثرة فيها قوي قوي قوي، وأتمنى المساعدة فيها بكل الطرق وبكل الإمكانيات. بس أنا عندي مشكلة وعندي قضية أتمنى أنك تسمعها مني، وأتمنى أن فعلا نلاقي لها حل ان شاء الله. تفضلي. من اكتر من يمكن 8 سنين او 9 سنين او ما اعرفش، يمكن اكتر من كده، كانت حتى الاستاذه الله يرحمها مريم فخر الدين كانت موجوده، كنا بنشتغل وانا جبت قانون وكان معانا محامي الله يمسيه بالخير، كنا بنشتغل في حق الأداء العلني للممثل. أنا جبت القانون ده ورحت أمريكا، رحت النقابة بتاعت أمريكا اسمها ساج، جبت القانون بتاعه وحتى قدمته للمحامي هنا عشان يشوف بس الناس دي بتشتغل إزاي، مش نطبقه، لا يشوفوا الناس دي بتعمل إيه في القانون ده. القانون ده موجود في مصر ولازم يفعل، بدل
لما انا سمعت الاستاذ اشرف عبد الغفور نقيب الممثلين بيتكلم على بناء مكان او بيت لإيواء الفنانين او المسنين او اللي بلا مأوى او اللي تعبانين او الغير مقتدرين، لا يا استاذ اشرف، اشتغل على حق الاداء العلني للممثل اللي هو اشتغل وتعب وفلوسه والاعمال بتاعته اللي بتذاع يوميا دي اللي ممكن تجيب له عائد يعيش مكرم معزز في بيته بدون ما حد يتبرع له وبدون ما حد يديله ده ولا ده ولا يجيله اي سؤال شمال ولا يمين. دي فلوسه اللي اشتغل بيها واجتهد بيها. كل الدول بتشتغل، اي عمل بيذاع بيطلع له صحيح العائد بتاعه، الا مصر. الا مصر، وفي بلاد كتيره عربيه وكل البلاد الاوروبيه وامريكا. النقابه بتاعت امريكا دي بتعمل ايه يا استاذ عمرو؟ عامله لهم بنك، كل الرويالتي ده اللي بتطلع لهم دي والعائد ده بيخش البنك، والبنك بيشغل لهم فلوسهم. والفنان لمده 30 سنه بيجيله العائد ده ولحد ما يموت للورثه بتاعته. يعني الفنان يفضل عايش يوميا بيدخل له فلوس 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 من تخيل بقى، شوف حالتي مثلا لو الحلميه اللي شغاله يوميا 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 كانت هتدخل لي يوميا فلوس. انا وغيري 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 من الفنانين. يا استاذ اشرف انت ممثل وفنان وممكن يجي لك نفس الحكايه، اشتغل عليه واجتهد عليه وفعل القانون عشان الفنانين اللي هم بيبقوا محتاجين، لا تديهم من النقابه معاش ولا تجيب لهم بيت للمسنين ولا البيت اللي هم ولا نشوف مشاهد ولا مؤلمه ولا لفنانين كبار شفناهم. ان من حقهم اشتغلوا وتعبوا وليهم فلوس متعلقه في الهوا ترجع لهم فلوسهم دي. مين اكتر حاجه يعني احنا فقدنا فنانين كبار جدا حقيقه العام الماضي، مين اكتر حد قال يعني المك ان الوفاه حصلت وما كانش مقتدر او عنده القدره الماديه؟ يا استاذي النهارده الفنانه الكبيره العظيمه صباح عاشت وماتت ازاي؟ معلش مش في مصر، في بيروت. ماتت النهارده ازاي؟ كانت عايشه فين بقالها سنين؟ وعملت اعمال شكلها ايه؟ وكانت ملكه وعملت فلوس قد ايه؟ في مصر هنا كل الفنانين اللي ماتوا وكانوا على صيد الكريم وفي كبارهم وكبرتهم وعجزهم كانوا محتاجين ايه؟ تديهم معاش قد كده؟ وعندهم فلوسهم متعلقه في الهوا تجي لهم العوائد دي كلها من اعمالهم؟ ده اللي انا نفسي قبل ما اموت احققه. ربنا يديك. ده اللي انا عايز اعمله. ان شاء الله وانا ساعدني فيه. انا هساعدك فيه وهنقعد نلح فيه عشان احنا فعلا سئمنا ان احنا نشوف كبار الفنانين اللي امتعونا واسعدونا مرات ومرات على مدار تاريخ حياتنا كلنا كشعب. مش كده؟ بنتألم جدا لما نشوفهم في الاخر بيمرضوا ومش لاقيين تمن العلاج او الدواء. مش كده؟ عند حضرتك حق. الاستاذه المحترمه الجميله القديره صفيه العمري، انا فخور ان انا قعدت معاكي في واحد من الناس. انت واحده من الناس اللي احنا بنحبهم بنحترمهم بنقدرهم. اتمنى لك كل سعاده وان ربنا دايما يحقق كل احلامك وتقدم منا المزيد والمزيد من الابداعات والاعمال الجميله. ربنا يخليك. وانا متشكره جدا استاذ عمرو وسعيده جدا باللقاء ده، وهو جه متاخر وكان لازم يكون من قبل كده، وانا عارفه انا اللي مقصره سامحني. انا بشكرك جدا واستمتعت جدا باللقاء ده النهارده، واتمنى كمان ازور الجمعيه بتاعتك واشوف الاطفال. يا ريت انت تبقي سفيره لواحد من الناس كمان، يبقى احنا كده كسبنا سفير عظيم. لا اتمنى والله تحت امرك وان شاء الله في خدمه اي حد محتاج لي. شكرا جزيلا. نعم. كان معكم الفنانه والانسانه العظيمه صفيه العمري، في واحد من الناس.